السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ناخذكم جولة شركة ماكيتا صايرة طال عمركم شارع كندا درايف بالشويخ بجانب ماكدونالد. أبد من تجي كندا درايف جوجل أو اسأل أو تجي ماكدونالدز، هذه شركة عربي الماكيتا. ناخذ لكم جولة إن شاء الله اليوم. السلام عليكم، كيف الحال؟ وين مدير؟ مدير مني. طبعا نبدأ بالرف هذا، عندهم جميع أنواع الريش للهلتي، الخشب، الحديد، أحجام كبيرة عندهم. احنا راح نستعرض لكم اللي موجود عندهم. طال عمركم الريش هذه ممتازة جدا، طقم اللي هو عمل فتحات في الخشب. الأسعار يا أخوان، الموظف شوي مشغول، أنا اللي عليه سعر راح أقوله لكم، واللي ما عليه سعر ما راح أعرف سعره، ما راح أشغل الموظف معي. طبعا في جميع الأحجام، توفر جميع الأحجام. عندهم ريش مالت الراوتر، وعندهم الصنفرة، أطقم الصنفرة. عندهم جميع أنواع الديسكات اللي تركب على أجهزتهم. طيب، عندهم طال عمركم اللي هو منشار الخشب على بطارية، منشار خشب من 0 إلى 600 بس سمها على بطارية، حجمه صغير مو كبير، حوالي 25 سنتي هذا على بطارية. بس ليش سجل بطارياتها معها؟ كم سعره هذا بطارية مكتوب؟ وين حاطين سعره؟ كم سعره هذا؟ 185 دينار. 185 دينار على بطارية ياباني ولا تجميع صين؟ تجميع صين، تجميع الصين. عندهم هذه مالت جز الحشائش، عندهم دريلات متنوعة، الشحن، الشواحن، في شحن وفي شيء، جميع الأحجام. الأسعار مثلا هذا جيد، سعره 85 دينار، طبعا ما في شحن، في صغير هذا. زين، وهذا شنو؟ والله 200 دينار، ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا اخوان الماكيتا جودة عالية، الماكيتا جودة عالية. هذه مالت الجلخ 55 دينار، حجمها كبير، ممتازة. انزين، هذا راوتر، هذه جزازة الشجر، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الصنفرة، جميع أنواع الصنفرة، هذا اليدوي شال الكتر، هذا الدريلات، هذا الراوتر كبير، حجم كبير، هذول الصنفرة، هذه 99 دينار، هذه 118 دينار، وهذا صواريخ. كم سعره؟ 71 دينار. هذا كله تجميع الصين، ها؟ لو سمحت، كله تجميع الصين. في ياباني؟ في ياباني. وين الياباني؟ هذا ياباني. ياباني 52 دينار. كم حجم هذا؟ كم إنش؟ 4.5 إنش. 4.5 إنش. في أحجام مختلفة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا هيلتي، حجم ضخم جدا.
هذا 199 دينار هلتي. هذه المناشير اللي تركب على الطاولة، هذا 73 دينار. 73 دينار هذا يركب على الطاولة، وهذا من شهر طاولة اللي تقلبه تشتغل عليه. هذا كبير شوي سعره ما عليه، بس هذا ممتاز. وهذول الدريلات، $46 دينار. في جميع الأحجام الدريلات. هذا صغير $39 دينار، هذا $57 دينار، وهذا $34 دينار. صار لي كم شهر أمر عليهم، المنشار مع الخشب يقول لي مو موجود. الكهرباء، هذا الباتري، هذا 210 دنانير، الحجم الكبير على البطاريات مع الخشب. زين محمد، منشار مع الشجر كم سعر تجميع الصين؟ $45 دينار. أيوة. والياباني؟ ياباني مو موجود. كم سعره؟ مو موجود أكيد. خلاص. ما يقدر. حصل برا؟ لا ما يقدر. خلاص ها؟ بس في تجميع الصين. أيوة. تجميع الصين أنا استخدمته ممتاز، يعني جيد لا بس. هذا المقاطع. والله 171 كنت ماخذه 140 دينار. تقريبا قبل سنتين. هذا مقطع خشب يا اخوان، طبعا بالطريقه هذه تدفع وتقطع اي خشب، تختار الزاويه اللي تبيها، تسند الخشب هنا وتقطع ينزل او يقطع الخشب اللي انت تختاره. والله كنت ماخذ 140 الحين 171. عموما الماكيتا التجميع الصيني ممتاز لا بأس فيه، يعني شركة ماكيتا تجمع ما بين الجودة والسعر الجيد. هذا المقاطع طيب، هذا المقاطع هذا على بطارية أعتقد، هذا على بطارية، هذا 258 دينار، يعني تنقل أي مكان تبيه على بطارية ما تحتاج وايرات ولا شيء. وهذا نفس الشيء، نفس الشيء على بطارية صغير، هذا يعني الأعمال الحرفية الصغيرة. مقطع بس ما إيه سعره، هذا 245، هذا يمكن 268 أو 58 مو واضح. طيب يا أخوان، هذه جزازة عش، هذه عربانة على ماطور بطارية، كم سعرها هذه؟ 350 دينار. عربانة تمشي على الشحن، لا فيها بريك بعد. هذه تشتغل على البطارية عربانة. شنو بعد اللي ما صورنا لكم؟ هذه مقاطع الحديد، ديسكات، هذا ياباني أصلي ها، هذا القديم معروف، هذا عند كل الحدادين واللي يشتغلون بالحدادة. هذا بإذن الله تشتري مرة واحدة بالحياة، 163 ياباني الأصلي، هذا جبار ما شاء الله مستخدم أنا. وهذا تجميع الصين. كم سعر الأحمر هذا؟ هذا كم سعر أخوي؟ مو يمنع. زين خلنا نشوف تجميع. هذا ياباني 130 دينار، هذا أصغر حجم من هذاك. هذا 130 دينار ماكيتا ياباني، هذا تاخذه مدى الحياة بإذن الله جل وعلا. حلو.
عرفتوا عنوانهم وصورنا لكم تقريبا اكثر المعدات اللي عندهم. هذه عاد شغل خاص دريلات ودريلات. اللي يحب يزورهم يزور. هذه شركة ماكيتا وفي مناشير طاولة طبعا. هذه 100 دينار جاهزة ممتازة وفيها القياسات مكتوب. هذه 100 دينار ما أعتقد 100 دينار. هذه كم هذه محمد؟ طاولة هذه كم محمد؟ 100؟ هذا لا مو مال بيع. إيه مو مال بيع. حق حطينا عليها 100 دينار. واسمحوا لنا على القصور إذا في شيء ما صورناه. حياكم الله.